في كل الأحوال أهم شيء في الماتش ده، أهم شيء يا جماعة في الماتش ده، إن الثقة عادت للعيبة، والأهلي بأي حد موجود الحمد لله بيكسب وبيأدي بشكل كويس، وده إن ده اللي يدل على الأهلي يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين. محتاجة تدعيمات طبعا، مفيش بطل ما بيحتاجش تدعيمات، أي فريق كبير بيبقى عايز تدعيمات عشان إيه؟ يستمر في المستوى ده. فبالتالي أنت معنويا ماشي بشكل كويس جدا، معنوياتك في السماء دلوقتي ورجعت لك بشكل كويس، معنويات مرتفعة وثقة في النفس وفي الإمكانيات وفي القدرات للعيبة في نفسهم وفي وللجهاز الفني كله قبل أهم ماتش في الموسم، وهو ماتش دوري أبطال أفريقيا، نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي. إذن المؤشرات والمعطيات كلها إيجابية، وأنا بحب أنا دايما يعني بحب دايما أشوف المعطيات والمؤشرات قبل أي حاجة مهمة بتبقى ماشية إزاي. مش مقياس خالص، لكن بتديك كده نوع من أنواع التفاؤل، وبتديك كده طاقة إيجابية، وبتخلي المعنويات مرتفعة كجمهور، كمسؤولين، كلعيبة، كجهاز فني. فكل الكلام ده كان مطلوب قوي، والحمد لله انه حصل بالسيناريو ده علشان الامور تبقى كويسه وايجابيه قبل مباراه الوداد اللي هتكون يوم الاثنين، مش بكره طبعا، اللي بعده، اللي هو يوم 30 من الشهر الجاري، مع الوداد هناك في المغرب حتى الان. وفي الغالب طبعا مباراه ايستر هتؤجل، مستنيين قرار رسمي من رابطه الانديه المحترفه. فدي كانت نتيجه مباراه امبارح، وطبعا أهم